عوضنا ربنا. والله بعوضنا الله. الحمد لله الحمد لله عوضنا ربنا. الحمد لله رب العالمين. احنا كنا بدنا هالاولاد نجوزهن نفرح فيهن نعطي كل ولد غرفه وضفنا لهم كل واحد غرفه معاها ومطبخ وين نروح فيهن اولادنا كبروا بدنا نفرح فيهن فيش الواحد معاه ولا شيء لا معطينا تسريح نقعد ولا اي شيء وين نروح اي وين نروح فيها هذا كله ظلم علينا وين نروح فين قولولنا انت يا الشعب العربي وين نروح اعطونا مجال نقعد اولادنا نجوزهن نفرح فيهن فيش يعني معانا منين نروح وجبنا جرافات في ايدينا وهديناهم مش معجبهم وحطينا مصاري مش معجبهم مش معجبهم صبحوا من الصبحيات اجوا ينبطبوا منا مصاري وبهددوا فينا كل ساعه بيجوا بهددوا فينا مش معجبهم ولا شيء في هالدار هديناها في ايدينا هدينا في ايدينا مش معجبهم الله بيعلم قديش يطلبوا منا مصاري هلكيت على الهدم شو نسوي يعني منين نروح نجيب لهم منين نعطيهم منين نجيب ونعطيهم سوينا طبقتين مشان هالاولاد نوسع عليهم بدنا نجوزهم نفرح فيهم غرفتين يعني صغار يعني دجاج يعني شو بدنا نسوي لنا رحت لو في ترخيص الواحد قدم ترخيص وجاب فيش ترخيص مش معطينا ولا شيء وين نروح في اولادنا وين نروح فيهم باذن الله احنا صامدين هدوا ما هدوش احنا صامدين في دورنا ان شاء الله بنحط خيمه وبنقعد فيها صامدين انا واولادي أنا ولادي ولادي ولادي